محكمة. بعد التداول لمدة يومين، أصدر قضاة محكمة بداية تولكرم القرارات المتعلقة بالطعون المقدمة في القوائم الانتخابية وبعض ممثليها المترشحين لانتخابات المجلس البلدي في المدينة. فرفضت قائمة وطن التي يرأسها حسن خريشة من المشاركة بالانتخابات، وقبلت قائمة تولكرم للجميع مع شطب المرشح صلاح جلاد. وفيما يتعلق بقائمة حركة فتح فقبلت بمشاركة 10 مترشحين فقط. نحن نقبل هذا القرار، نحن سعيدين بهذا القرار لأنه انتصار للعدل الفلسطيني، انتصار للشعب الفلسطيني، انتصار لأكثر من نصف جماهيرنا التي تنتظر بفارغ الصبر كانت هذا القرار، لأنه لا يمكن لحركة مثل حركة فتح أن تستبعد من الانتخابات. لقد قبلت المحكمة ترشح القائمة باستثناء آخر 5 أسماء، يعني بمعنى شطبت الجهة المخالفين، والباقي يتم ترشح القائمة ب10 أسماء. بخصوص الطعن المقدم بخصوص قائمة الوطنيين المستقلين التي يترأسها الدكتور حسن خريشي المحترم بصفته عضوا بالمجلس التشريعي ورئيسا للمجلس التشريعي، بأنه لا يحق له أن يكون مرشحا في الهيئات المحلية لا رئيسا ولا عضوا، وبالتالي شطبت ترشحه. وكون أن قائمة الدكتور حسن خريشي هي تتمثل من 8 أشخاص، وبالتالي بمن فيهم الدكتور حسن، وبالتالي إزالته أو شطب اسمه يترتب عليه فقدان النصاب القانوني للبلدية، فبالتالي شطبت القائمة كاملة. بخصوص قائمة طول كرم للجميع، تيقنت المحكمة من خلال البينة المقدمة ومن خلال بينة الجهة، يعني الجهة الطاعنة من خلال محامينها، أن الكشوفات التي أصلا هي قدمتها هي أكدت أن صلاح السيد صلاح جلاد المحترم هو ما زال لم يحز على المعنى القانوني للتقاعد، وبالتالي طالما أنه لا يعتبر متقاعد فهو يعتبر موظفا على رأس عمله، وبالتالي شطبت اسمه وأبقت باقي القائمة. وبالتزامن مع صدور الحكم في تولكرم، كانت قرارات محكمة العدل ذاهبة نحو الدفع باتجاه وقف إجراءات الانتخابات المحلية المقررة في الضفة الغربية وقطاع غزة في 8 من شهر تشرين الأول المقبل إلى موعد غير محدد بسبب عدم إجرائها في مدينة القدس المحتلة. المحكمة العدل العليا في دعوة منظورة أمامها وفي طلب وقف الانتخابات، قررت محكمة العدل العليا وقف الانتخابات لمدة محددة لحين البت بالدعوة. إذا قبلت الدعوة موضوعا الانتخابات كلها موقوفة حتى إشعان آخر، إذا ما قبلت الدعوة بموعد الجلسة اللي هي 21/9 راح تكون الأمور على ما تامت عليه ولحديت ما وصلت الانتخابات، يعني القوائم موجودة، المرشحين موجود، كلهم ما بيقدروا تعديل أو تغيير أو إضافة على القوائم الموجودة. قرار طلب بالطلب تمهيدي على صفة الاستعجال، نظر أمام المحكمة ونحترم قرارات المحكمة. طبعا هذا القرار معلق على القضية النهائية لحين البت فيها اللي حتكون ب 21/9، بدهم يسمعوا بيانات والقرار النهائي نحترم ما يصدر عن القرار عن محكمة العدل العليا. هذه القرارات جاءت بعد إسقاط محكمة في قطاع غزة 5 قوائم لحركة فتح لدواع عديدة، في الوقت الذي كان الشارع الفلسطيني على ثقة بالذهاب باتجاه التأجيل في ظل الظروف الراهنة والتعقيدات القائمة، لتتجه الأنظار إلى 21 من أيلول للنظر في قضية الذهاب أو إلغاء الانتخابات بصورة كاملة. لتلفزيون الفجر الجديد، خالد بدير.